عينات عينتي عملت خيرات تماما. إذن على بركة الله غادر من هنا. يلا نقدم لنا الأسد على بركة الله. إذا الله يفتخر الحاتم إدريس، جمعية التراث الأصيل من تمارة. من تمارة صربة فيها 20 عود، والثقافة هي هذه. حنا الحمد لله فرحانين وناشطين بهذا الشيء. التراث كنتبعوها من الموسم للموسم اللي كان، وهذا من حنا الناس راه كتكافى على حسب الوقت. والله يجعل ربي يدير شي تاويل الخير الحمد لله. وشكرا هاد الناس اللي منظمين هاد الشيء وكيتضاربوا وكيتقاتلوا على شيء اللي على حسب. عاش الملك. الملك هو الشيء. منصور، هاد السنه هادي المجلس ديالنا كينظم هاد المهرجان في اطار الاحتفال بالذكرى 24 لتربع صاحب الجلاله على عرش اسلافه المنعمين، وكذلك بمناسبه ذكرى ميلاد صاحب الجلاله ذكرى 60. واعتدنا اننا كنحتفلوا بهذه المناسبات يعني في هذا الوقت هذا. مجلس مقاطعه يعقوب مصر كينظم هذا الفن ديال المريضه اللي اعتدنا اننا كننظموه سنويا. الفرق ما بين السنوات السابقه وهذه السنه هذه كيعرف مشاركه ديال عدد ديال كثير ديال الصربات. وهذا العام هذا وصلنا 50 صربه، وكتمثل الجهه ديال الرباط سلا القنيطره. وان شاء الله في التنظيم كذلك حتى هو كان جيد. هاد المره هذه كان احسن من السنوات السابقه، بحيث اننا عندنا جوج ديال المحارك، محرك واحد والمحرك جوج، واللي كيعرف المشاركه ديال كل محرك ب 25. هاد ال 50 صربه فيها ثلاثه ديال النساء، والتنظيم يعني بشكل جيد وبمشاركه الجميع، لا بالامن الوطني ولا الوقايه المدنيه ولا القوات المساعده ولا السلطه المحليه. ومن طبيعه الحال هادشي كلشي تحت الاشراف ديال السيد ولي جهه الرباط سلا القنيطره. هاد المهرجان غيستمر من ابتداء من اليوم الخميس، يعني الافتتاح غيكون هاد اللحظه هادي، وغي يعني الجمعه والسبت والحد في الصباح ان شاء الله. من طبيعه الحال لابد من بعض الجوائز والتحفيزات اللي غادي نديروها لهذا الصرب هذا باش انهم يشاركوا كل سنه هذه. مرحبا بكم في مهرجان مقاطعه يعقوب منصور. مهرجان اللي هو تيجي في سياق الاحتفال بالذكرى 24 لاعتلاء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده عرش اسلاف المنعمين، وهي مناسبه مقرونه بالاحتفال بعيد الشباب المجيد ذكرى 60 لميلاد صاحب الجلاله حفظ الله ورعاه. مقاطعه يعقوب منصور تحتفل بتاصيل تؤصل الاحتفال من خلال ربط الماضي بالحاضر، من خلال الاحتراف ربط جسور الماضي بالحاضر، لان الفروسيه هي دلاله على الرجوله والاستماته والارتباط بالنخوه المغربيه المتاصله. اذا خير ما نقدمه للسدى العالي بالله هو هذا الاحتفال المقرون بالتاصيل، مقرون بالاحتفال بالتراث المغربي اللي هو التبوريطه هي جزء لا يتجزا منه. اذا تنقول للسكان يعقوب منصور، سكان مدينة الرباط، زوار مدينة الرباط، مرحبا بكم في هذا الاحتفال اللي تنأملوا أنه يكون احتفال للفرجة للمتعة وفي نفس الوقت للسلامة. تنأملوا أن هذا الاحتفال يكون بداية احتفال آخر. تنأملوا أن السنة المقبلة إن شاء الله ما غيكونش احتفال على مستوى الرباط وأحوازها، وإنما هو احتفال على مستوى الرباط جهة رباط سلا القنيطرة. إذا هذا هو السياق الآن اللي تنحتفلوا فيه في فضاء حي الفتح مقاطعة يعقوب منصور. عندنا عدد 47 صربة من الصربات منتمية للرباط وأحوازها. عندنا المهم بيك فيه الاحتفال إن شاء الله في هذه المناسبة السعيدة. عاش المغرب، 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 عاش
ونمشيو مباشرة للمحرك رقم واحد مع سيدي. السلام عليكم. الحمد لله معك سكوف حسن من مدينة سالا، وأنا مقدم ديال الصربة، وكنا بغينا نشاركوا في هذا المهرجان ولكن ما قسمش الله، والحمد لله ملي جينا تفرجنا راه بحال اللي شاركنا من مجموعة ديال الخيول اللي هي مستوى جيد، والمهرجان الحمد لله مزيان والله يكمل لهم بخير والحمد لله. أنت مقدم عندك صربة ديالك؟ عندي صربة ديالي. شنو السبب علاش ما شاركتيش؟ ما ساعدنيش الحظ. شنو الاحساس ديالك دابا وانت كتفرج؟ الحمد لله ملي نشموا ريحه البارود وهذا راه بحال اللي راكبين الحمد لله، ملي كتفرج راك بحال اللي راكب. شنو كنقولوا بواحد المقوله ديال البارديه؟ والبارديه مساكن ضروري من العتاب ضروري، هذيك باينه، هذيك حاجه طبيعيه، وعندهم عندهم اشكال ديالهم، واخا يضربوا تماره راه ماشي ساهله هذا الشيء، التبوريد راه ما كتجيش سهله، راه كيضربوا عليها تماره وكيسهروا عليها وكيجري وعارا نجيب هذه نجيب هذه، راه بزاف ديال المشاكل، ماشي تقول راه غير راكب، هو راه جري عليه اكثر اكثر بزاف وشكرا. تنعيس بهذه المناسبه ديال عيد العرش باننا احنا مع سيدنا وفرحانين بهذا العيد مهرجان، باننا تنجيبوا وليداتنا وتنجيبوا العائلات ديالنا وتجي هذه الفروسيه اللي تنتفرجوا فيها حنا والعائلات والجمهور ديال الرباط كامل، وتنصروا سيدنا وشكرا. هاول عز 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 هاول عز 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 ع